تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة في الطريف اللي حصل يوم ليلة العمر ومش ممكن تنساه. موقف اكيد في يوم الفرح بتحصل مواقف كوميدية. ما اعرفش ايه لو تفتكر انا مش يعني هي اللي هتفكر. هي ممكن تفتكر حاجة. هو بصراحة بس مفيش حاجة معينة، بس كان يوم جميل بصراحة، ويعني أصحاب طارق كلهم جملونا، وكانت يعني مش بتحس إنه فرح يعني اللي هو الرسمي وكذا، كانت زي فرح يعني كان متواضع جدا بس كان دمه خفيف، وكنا قاعدين كلنا يعني كأنا قاعدة عارفة يعني، ما كانش حد متنشن، ما كانش، كانت لذيذة جدا يعني. اكتر اغنيه عجبتك اتغنت لك يوم فرحك كانت ايه؟ والله كله بصراحه يعني مفيش حاجه معينه، بس هو كان عيد ميلادي يومها، فطارق غنى لي هابي بيرثدي وصينا التورته سوا وكذا، كانت لذيذه يعني.